ثانيا النهارده هنتكلم على pain, dental pain, specifically endodontic pain. علشان نعرف ليه البين مهم هنقول الارقام دي. 95% من العيانين اللي بيراجعوا دكاتره الاسنان are coming to the clinics because of pain of pulpal origin. 1-2 50% من العيانين اللي بيتحولوا لاخصائي علاج اقنيه الجذور endodontist عندهم قلق. 3 50% من الناس بتخاف تروح لدكاترة السنان علشان القلق. كل الحقائق دي فوقها كمان ان احنا عندنا في ستادي من ستاديز زمان اتعملت في امريكا في 15 مليون يوم عمل بيضيع اجازة مرضية نتيجة الم الاسنان عند المرض. مشكلة الموضوع ده كله كمان اللي العيان ما بيوصل لك عندك ستريس فالسيتويشن هاندلنج سيتويشن از فيري ستريسفول. والأهم من ده كله إن أنت treating the symptoms is not going to relieve the problem. يعني الألم ده مؤشر للمرض. فإحنا حتى إننا نحافظ على الألم ده إحنا still معالجناش المرض. لكن عموما عشان نعرف المرض ده بيجي الألم ده بيجي إزاي هنتكلم على حاجات بسرعة جدا. عندنا الألم لازم يحصل له لازم يحصل detection للجسم الأول وبعدين السيجنال دي لازم تتبعت في مكان تتحضر وبعدين تروح لمكان ثالث عشان البني ادم يحس ويترجم بالاحساس بالالم. الحاجات الثلاثه دول اللي احنا شايفينها قدامنا اللي هم الديتكشن وبعدين البروسيسنج وبعدين البرسبشن. شايفين بيحصلوا فين؟ ديتكشن في البريفري، البروسيسنج في السباينال كورد سبيسيفيكلي في النيدسكوداليس، والديتكشن بيبقى والبرسبشن بيبقى في البرين. طيب ليه بنعرف الكلام ده؟ عشان نعرف ان احنا لما نستعمل اللوكال انستاتكس احنا والانترسبت البين في الحته دي عند الديتكشن. لما هنضطر ندي انالجيسكس فما بيشتغلوا احنا بندور الكلاسز بتاعتنا بتشتغل في حتتين، واحده هنا في البريفري واثنين انها بتحصل لها بتشتغل في السنتر او في البرين. خلينا نروح نعرف النيرف امبلسز بتروح ازاي عشان نحاول نوقفها او نعرف بتتوقف ازاي. احنا عندنا ديت دي النيرف سيل اللي هو النيورون، دي عباره عن دي الترانسميتر اللي بيوصل الامبلس للنيرف للبرين في الاخر. السيجنال بتحصل ازاي؟ لو خدنا الممبرين بتاعها بتاع الاكسون بتاعها ده وكبرناه بره هنلاقيه عامل كده. اللي انتوا شايفينه قدامكم دلوقتي الصوديوم بره والبوتاسيوم جوه. عشان البين يحصل لازم الصوديوم يدخل جوه والبوتاسيوم يطلع بره. كنا فاهمين زمان ان في شانلز، ان الشانلز اللي بيعدي منها دوت عشان يحصل حاجه اسمها اكشن بوتنشال او انفلكس للصوديوم جوه ويحصل ان السيجنال تبتدي تمشي. الشانلز اللي هو الصوديوم ايون انفلكس شانلز ديت اكتشفوا انها مش نوع واحد، في منها نوعين. واحد اللي انتم شايفينه ده الاسود وده بيسموه تي تي اكس سنسيتيف، يعني ده الانستيزيا بتشتغل عليه. النوع الثاني الاحمر ده الانستيزيا ما بيبقى تي تي اكس ريزيستنت. يعني ايه؟ يعني الانستيزيا ما بتقدرش انها تمنع البوتاسيوم ان هو يدخل جوه فبيدخل فبتحصل السيجنال بتوصل. مشكله كمان ايه؟ الاوت كام للالتهاب ده واحده من ضمن الانفلاماتوري برودكتس البروستاجلاندنز. البروستاجلاندنز بيسنسيتايز واكتيفيت الكلام التي تي اكس ريزيستنت فبيخلي اللوكال انستيتيك مش قادر يشتغل اكتر. لو عندك فوق ده انفكشن بقى بيبقى فيه فرق في الايونيزيشن والايونايز والايونايزد فورم بتاع لوكال انستيتيك نفسه. تو ميك ذا ستوري شورت لازم نعرف ايه اللي بيخلي الانستيزيا ما نشتغلش عشان ما نضطرش نروح للبربريان تكنيك اللي احنا قلناه اللي هو الانترا بالب. ولازم نعرف كمان ان احنا عشان نعالج الكلام ده لازم نقسم المراحل اللي فيها العيانين. عندنا سيناريوز، عيان ممكن يجي لنا بين بيفور تريتمنت ده بيبقى دايجنوزس، ممكن بين during treatment ده اللي احنا بنشتغل فيه مشكلته في الانستيزيا، وبعدين عندنا pain intermediate between appointments، وعندنا pain post treatment او post operative treatment. دي الحاجات كلها اللي بعد ما فهمنا القصه المره الجايه نتكلم هنعملها ازاي، هنقدر نتعامل معاها ازاي. وشكرا لكم. سلام.